جريدة الزمان في 2004. بعدها حقيقة بفترة بسيطة جدا اجى عرض حقيقة ل الله يرحمه الكابتن احمد راضي، كنا في إدارة نادي الزهراء، لأن يكون رئيسا للقسم الرياضي في قناة الرشيد. الكابتن احمد راضي، نعم، قناة الرشيد كانت أرضية. زين. فكابتن احمد كان الرئيس الفخري استاذ سعد عاصم الجنابي النادي الزهراء، فطرح هذا الموضوع عليه، ضحك، قال له يعني موفق دكتور بالتخصص وممكن هو. انا كنت في بدايه مرحله الدكتوراه، انا كملت يعني بعد الماجستير مباشره دكتوراه. فقال له يا ريت. ف يعني استلمت المهمة كرئيس للإذاعة والتلفزيون القسم الرياضي في قناة الرشيد، ومستمر في مقالاتي، وحتى يعني إلى وقت قريب كنت يعني مستمر في كتابة المقالات الصحفية، لأنه أنا بالنسبة لي حقيقة أعتقد الصحفي الذي يكتب في الصحافة المقروءة سهل جدا أنه ينطلق إلى العالم المرئي. نعم. من الأحب إلى قلبك، الصحافة أم الإعلام؟